تقرير جديد لـ ECA International يظهر المدن الأغلى في العالم بالنسبة للوافدين، فما هي أبرز هذه الدول؟ نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. قبل أن نذهب إلى ضيفنا من هونغ كونغ، أود أن أذكر بأنه يبدو بأن البنك المركزي الأوروبي يدعو لاجتماع طارئ اليوم، لم تتوفر بعد تفاصيل حول الهدف أو الغاية أو الأسباب التي دعت المركزي الأوروبي لدعوة لاجتماع طارئ. سنتابع معكم طبعا ونأتيكم بالتفاصيل فور ورودها. إلى هونغ كونغ الآن لي كوين، هو المدير الإقليمي لآسيا لدى ECA International الذين خطوا هذا التقرير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا. لي أول سؤال خطر على بالي وبال كثير من الناس اللي ساكنين بالمنطقة اللي أنا ساكنة فيها، دبي ليست على هذه اللائحة للدول الأغلى، أغلى 20 دولة للوافدين، فما هي المعايير التي أدت إلى وصول هذه الدول إلى هذه المراتب العشرين الأولى؟ أولاً، رغم أن دبي هي خارج أعلى مدن العشرين، عندما نجري حساباً لتكاليف المعيشة نحن ننظر إلى سلة من السلع والخدمات التي تستهلك من الناس الذين يعيشون في أنحاء العالم، وهي تتألف من مواد البقالة اليومية والسلع الأسرية والملابس والترفيه والبريد وتكاليف السكن. هذه هي البنود أو العوامل التي يستهلكها معظم الناس عندما ينتقلون من مكان إلى آخر، وهذه هي البنود التي نضعها في سلة السلع والخدمات التي نقيسها ونجري المراجعة فيها بين هذه المدن. السؤال الذي يطرح نفسه هو هل هناك عامل مشترك بين الدول التي تصل إلى صدارة هذه اللائحة، هل كل واحد، عفوا ليس الدول لكن المدن، أم هل كل واحدة من هذه المدن لها خاصيتها تدفعها لأن تكون تكلفة العيش فيها للوافدين مرتفعة؟ معظم هذه المدن التي تحتل المراتب العشرة الأولى لديها سمات مشتركة، مثلا هونغ كونغ وهي المدينة الأغلى في العالم، فيها أعلى تكاليف للسكن وهناك تكلفة مرتفعة للأنشطة اليومية، والمواقع الأخرى التي تحتل المراتب الثلاثة الأولى وتشمل نيويورك في أمريكا ولندن هي أيضا تشارك هونغ كونغ هذه الصفة من حيث ارتفاع تكاليف السكن. أما المدن الأخرى التي تحتل المراتب العشرة الأولى هي ليست بالضرورة فيها تكاليف إسكان عالية، لكن تكلفة المعيشة اليومية مرتفعة فيها، وهنا أتحدث عن مدن مثل طوكيو وأيضا مدن في البر الصيني مثل شانغهاي وغوانجو. هذه المدن ربما لا تكون تكاليف الإسكان فيها عالية مثل الوضع في هونغ كونغ، لكنها مع ذلك هي تسجل تكلفة مرتفعة للخدمات والسلع، وهذه عناصر نضعها في السلة التي نحسب تكلفتها. لناحية تقدم المدن من الترتيب من الأعوام السابقة إلى ما هي عليه الآن، هل كان للجائحة أثار على هذا الترتيب؟
ليست هناك علاقة مباشرة مع الجائحة بالضرورة، لكن هناك علاقة غير مباشرة مع الجائحة. على سبيل المثال، نحن لاحظنا ارتفاع التضخم في معظم المدن التي درسناها في آخر 12 شهرا. على سبيل المثال، عندما أجرينا البحث في مارس 2021، سجلنا معدل وسيط للتضخم بين جميع المدن 200 الموجودة في المقياس، كانت النسبة هي 1%. أما عندما راجعنا البيانات هذا العام، فإن المعدل الوسيط لذات المدن قفز إلى 6% تقريبا. هذا مؤشر على وجود تضخم، ويمكن استنتاج علاقة بين هذا الرقم وأثر الجائحة، وهذا الأمر ربما مرتبط بمشاكل سلاسل توريد الناجمة عن الجائحة في بعض المناطق. وفي مواقع أخرى، ومع فتح هذه المدن ومع تجاوز الطلب للعرض في العديد من الأشياء وتحديداً الخدمات، هذا الأمر ترك أثراً على التضخم ورفعه. وفي بعض الحالات كانت هناك تدابير تحفيزية حكومية في بعض الدول مثل أمريكا، هي مثال كلاسيكي. هذا الدعم تسبب بضغوط تضخمية. إذن الجائحة تركت أثراً على هذه الترتيبات والتصنيفات، لكن ليس هذا التأثير مباشراً بالضرورة، بل التأثير غير مباشر بسبب العوامل الأخرى التي تسببت بها الجائحة. لي كوين، شكراً جزيلاً لحضورك معنا اليوم.